فاش كنت صغير كان ديما كتسوني الأستاذة. Et toi Yasser, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir un pilote. ما كنتش عارف أنني عايش في المغرب وأنك إلا بغيتي تكون بيلوط خاص باك يكون سميتو بناني ولا جدك يكونوا كيعيطوا ليه مولاي أحمد. الحمد لله ما تزاديش في شي أسرة فقيرة، ما عدناش وما خصناش، وكنت كنقرا مزيان. ابتدائي كامل دوزتو وانا عندي اعلى معدل في القسم، وبعد مرات في المدرسه كامله وديما انا الاول. ديما المدير كان كيقول لي انت فاش غادي تكبر غتكون شي حاجه مزيانه في البلاد. كان كلشي تابعني وكلشي حاضرني شنو غادي ندير فاش غادي نكبر، حيت كنت كنقرا مزيان. وصلت للاعدادي وبقيت مواصل على نفس الدراسه ديالي، ديما انا الاول في القسم، وكاع الاساتذه كانوا كيضربوا عليا باش نلقى عندهم. كانت اهم حاجه عندي في الحياه هي الدراسه والكيك بوكسين. كان سالي المدرسه كنمشي لاصال هو الاول، كان تريني مزيان وكنرجع للدار. خوكم تبارك الله كانت خاطفاني طوله وكنت مقدر، وتبارك الله كانت عندي الصحه، ولكن عماني ما تعديت على شي واحد، ديما كنبان لك غادي وحاد راسي. عماني ما ضربت شي واحد واخا يعياني كاع. المهم بقيت غادي متميز في الدراسه ديالي حتى وصلت للباك، وجبت الباك ديالي بمونسيون. الوالد والوالده وخوتي كاملين فرحانين بيا. خوتي عندي خويا سميتو معاذ، واختي الصغيره سميتها مريم. من بعد ما شديت الباك ديالي بمونسيون كملت القرايه ديالي في المدرسه العليا التجاره. هاد المدرسه الناس كيقراو فيها بسبعة مليون العام، وخوكم مع قاري مزيان قايت فيها فابور. هاد المدرسة ما كانش في نفس المدينة، كانت في مدينة أخرى ولكن قريبة، ما بعيداش بزاف. مع ذلك كان خاصني نكري باش بلا ما نبقى ندي بلاصة كل نهار، وهنا كان خاصني مصاريف كتيرة باش نعيش. ودارنا كيما قلت لكم على قد الحال، الوالد ديالي دار لي في جهدو باش تسلف لي فلوس وعطاني باش نمشي نسكن تماك ونكمل 3 شهور الاولى. من بعد كنجي واحد 10 ايام وكنعاود نرجع. واهم حاجه درتها في مدينه سطات هي مشيت تقيد في لاصا ديال الكيك بوكسين، حيت الرياضه مخلطه ليا في الدم، والحمد لله هي اللي خلاتني ما نتبلى ما والو وما نتبعش الطريق ديال الاغلبيه ديال التلاميذ اللي الله يعفو عليهم ضيعوا حياتهم في البليه. كنتفكر اول نهار ليا في داك لاصال فيت كنسخن مع الدراري، سولوني قالوا لي واش فايت ترينيش، قلت لهم لا عماني ما ترينيش، وانايا كنت هو المقود فيهم. مهم بقينا على التسخينات شويه، المدرب ديالنا قال لنا غادي نديرو كومبا واحد مع واحد. كنشوف الدراري كلهم كيتغامزوا عليا وكيضربوا عليا شكون اللي يجي يبغي يدير معايا كومبا، حيت كنبان لهم انا هو البريكول. المدرب ديالنا قال لهم لا حتى شي واحد ما غادي يدير كومبا مع هذا باقي الله بادي اليوم. قلت لا استاذ خليني ندير كومبا، باقي نقصاح. هو ينقز المقود في لاصال وقال ليه استاذ خليه ليا، ما تخاف ما والو غادي نتكيس لك عليه. قال لي المدرب وانتوما جهلتو كلشي باغي تضارب مع الدري. قلت له استاذ خليني مع الدري هذا، والله الا باغي ندير مع كومب خليني نيت يلاه نتريني شويه انا باغي نقصاح. هو يقول لي صافي اللي بغيتي. قال لي شوف وسام تكيس على الدري، باقي الله بادي اليوم، خليه حتى يضرب معنا شي عام وديك الساعه تقاد انت وياه في النيفو، وديك الساعه الا عندك شي حاجه بينا ليه. بدا كيضحك ويقول لا لا كون هاني غادي نعلمو شويه. وانا بقيت غير كنشوف فيه، كل مره كينوض واحد مع واحد كيدير كومبا، كتبقى لاعب انت وصاحبك حتى طيح الارض وتقولي استاذ صافي بركه. وهنا بطبيعه الحال كلشي كيضحك عليك. هنا المدرب ديالنا كيبغي يشوف قوه ديال الصبر ديالك، شحال يمكن لك تقدر تحمل. شويه كنسمع السميه ديالي ياسير وسام اجيو عندي لهنايا. كيحطنا في الحلبه وكلشي كيتفرجوا فينا وكلشي كيتسناو فيا غادي ناكل قتله. يلا بغينا نبداو، بغيت نسلم عليه السلام الاول ويهز رجلي ويصافقني بها ويقول لي هذا اول درس، ما كاينش الثقه في البشر. حكيته وسكت وبقيت كنتحرك انا وياه في الحلبه، والسيد كيتصور عليا ديال بصح وانا ما باغيش نضربو. والسيد كيهز رجلي وكيضحك ويضرب كيخرج لسانو. المدرب قال لي شوف ولدي انا عارف باقي الله بادي، غير حاول ضرب، حاول دير شي حاجه. انت واش واخا نضرب؟ قال لي ضرب واش كتشوف فيه كيضرب فيك وانت جالس؟ قلت واخا ما قلتي عيب. تم جاي لعندي وسام هزيت رجليا وانا صافقو بها ويطيح مغيب. بنادم كلشي بقى مصدوم،
وكل شيء بدا كيغوت وبداو كيضحكوا على وسام. بقيت واقف كنتسنى فيه تينوض وينوض دايخ وبدا شي غوت. هنايا لاصال كامله تفاقعت عليه بالضحك. من تماك ما يطلقوا عليه سميه الخشف. جا عندي المدرب وقال لي قول لي يا ولدي اش من لاصال مقيد فيه. قال لي قدام الدراري بيني وبينك الله الا عجبتيني فات وسام. كان هو الداصا عندي في لاصال ساعه جيتي حديتيهم ليه والدراري كاملين جاو كيتجوقوا عليا وليت انا وبا تماك. قلت للمدرب راني 7 سنين وانا كنتيني في كيك بوكسين. قال لي شوف اولدي قبل ما تضربو ملي كان كيضرب فيك وطريقة كيفاش كنتي كتكالي على الضربة كنت عارفك اولدي ماشي مبتدئ. نرجعو للدراسة ديالنا. فاش كملت القراية ديالي في المدرسة العليا للتجارة تخرجت وديك الساعة كان خاصني ضروري نرجع للمدينة ديالي اللي هي كازا. رجعت لعند المدرب وعند الدراري كاملين اللي دوزت معاهم 5 سنين. 5 سنين دازت الطيرة. صراحة كلشي بدا كيبكي وحتى شي واحد مسخا بيا. حتى من الخشف جا سلم عليا وقال لي صراحة معاك انت تعلمت التواضع وانني عمرني ما نتعدى على شي واحد ونستعمل الرياضة النبيلة في الحوايج الزوينين. تعانقت انا وياه وتفارقنا كاملين. رجعت للمدينة ديالي بديت كنقلب على ستاجات باش نبدا الحياة ديالي ونلقى شي خدمة. دوزت شي عام وانا كنت في ستاجات. دوزت شي 5 شركات ولا ما عاد 6. فاش كملت ستاجات ديالي صوبت السي في ديالي اللي كان عامر وبديت كنقلب على راسي في الشركات. كانت عندي الفرنسي بطلاقة والونجلي حتى هي بطلاقة. كنت قاري مزيان ولكن الزهر ما كاينش. السي في ديالي فرقتهم على نص الشركات اللي كاينين في الدار البيضاء وحتى شي واحد ما اتصل بيا. وهنا رجعت للابتدائي فاش كانت سولتني الاستاذة اي توا ياسر كيسكو تي فو دوفينيغ جو فو دوفينيغ ان بيلوت. وبديت كنفقد الامال بشويه بشويه واليأس بدا كيدخل معايا. والدي اللي خسروا عليا دم جوفهم كيشوفوني جالس حداهم وشاد السيفيات وكنفرق والو حتى بدا كيطلع عليا الدم. لدرجه جاني واحد اكتئاب حاد. دخلت البيت ديالي وبقيت سد عليا وما كنهضر مع حتى شي واحد حيت فهاد الوقيته هادي كنت معول انني غادي نكون كنعاون في والديا وكنعوض ليهم شويه من داكشي اللي خسروا عليا. ولكن الله غالب. جا الوالد وبدا كيسول عليا. قالت ليه الوالده في البيت ديالو راه 3 ايام ما خرج. جا كيدق عليا وجاري حدايا. الحمد لله الوالد ديالي ماشي من داك النوع المتخلفين ديال الاباء. جاري حدايا وبدا كيقول لي شوف اولدي ما كاين علاش تقلق غدير السبب ديالك والكمال على الله ومادام انت عايش في الحياه عمرك ما تستسلم اولدي. سير ودي صلي الصلاه ديالك وبقى دفع وعمرك ما تستسلم. ضروري غادي يستجيب لك الله وغادي يسهل عليك الله بشي خدمه زوينه اللي غتعوض لك هادشي كامل اللي داز. وناضو خرج من حدايا. ينخرج هو بقيت كنفكر في الهضره اللي قال لي. لقيت ان كلامه كله على الصح وانني خاصني نعيش حياتي وما مبقاش سد عليا. وبديت كنقول مع راسي ولا ما خدمتش كاع اش غادي يوقع نهايه العالم. الحمد لله مازال باقي عندي والديا وباقي لي الوقت فين نقلب على راسي ونخدم. نضت هذيك الساعة وهزيت الصاك ديالي ومشيت للصال وبقيت كنتايني مزيان وحيدت هذاك الستريس اللي كان فيا. منين تميت راجع للدار الوالدة قالت لي راه عيطوا لك شي شركة وقال لك نهار 2 جي لعندهم. عطاتني السمية ديال الشركة. صراحة ملي قريت السمية جاتني الضحكة. شركة ديال السيكوريتي. ماشي كنضحك على الشركة ولا على الناس اللي خدامين فيها ولكن على المستوى الدراسي ديالي وفي الاخر غادي نمشي نخدم عساس. الوالد مسكين جا كيجري لعندي البيت وفرحان. قال لي امضى ولدي. قلت لي ماماك شي شركة عيطت عليك واش مزيانة. بقيت كنشوف فيه وانا نجبد الجوا وانا نعطيه ليه. قلب هو القاعدة ديال السيكوريتي. قال لي ولدي ماسك عام والو دابا يسهل عليك الله. صافي هو يخرج. انا بقيت جالس مع راسي. دابا انا جالس علاش ما نمشيش ندير باني مع هادو وناخذ تجربه واخا انا شبعان قرايه نمشي نخدم سيكوريتي ماشي عيب. العيب هو مبقى جالس في الدار. خرج عند الوالد لقيتو كيشرب في القهوه ديالو. قلت لي الوالد غادي نمشي نجرب في هاد الشركه. قال لي الصراحه ولدي كنت باغي نقولها لك ولكن انا كنت باغي تجي من عندك نتايا. سير ولدي جرب انا عارف ما شركه ما والو المهم غير باش تعمر جيبك وصافي بما سهل عليك الله. وداك الساعه تخليها وتمشي. قلت صافي الوالد
داكشي اللي غادي ندير. نطت مع 8 ديال الصباح ومشيت لهاد الشركه. دخلت لقيت الدراري بزاف كيتسناو. جات النوبه ديالي عيطوا عليا. دخلت لقيت هذا اللي غيدوز ليا لونتروتيان ما كيعرف يقول حتى جمله مفيده. وهنا اكتشفت شحال وحده ان الا ما عندكش باك صاحبي في هاد البلاد غادي تخدم غير في السيكوريتي. سولني بفرونسي ندمتو، بقيت المقابله كامله وانا كنهضر معاه بالفرونسي. السيد بان ليا تزير وعرف راسو انني نيفو عليه. قال لي بغيت نسولك كيفاش انت شبعان قرايه وجيت تخدم سيكوريتي يتي حيت نتوما عيطتوا عليا. قال لي ولكن بالامكان ديالك تخدم شركه محسن من هادي. قلت لي باقي ما جابش الله. قال لي واش عارف الخدمه ديالنا كي دايره؟ على 12 ساعه وانت واقف والصالير يلاه في شي 54000 ريال. قلت لي عارف ماشي مشكل غادي نخدم بما سهل الله. قال لي اش غادي نقول لك؟ الصراحه انا حشمت نقول لك اجي خدم معانا. صراحه انت ما تستاهلش، انت تستاهل شي حاجه محسن من هادي. قال لي ولكن انا كان وعدك انت غادي تخدم معانا غير خوا شي بوست زوين غادي نعطيه ليك انت الاول. قلت لي شكرا بزاف. قال لي ان شاء الله غدا غادي تبدا. قال لي انت غير خرج برا وبقى تسنى، راه يجي عندكم واحد السيد سميتو عمر غادي يعطيكم اللبسه اللي غادي تلبسوا، وغدا مع 7 ديال الصباح غادي تجي طوموبيل وتهزكم من حتى الباب ديال الدار. وداكشي اللي كان الغد ليه جا ترونسبور وداني من حدا الدار. وبديت اول نهار ليا في خدمه، حطوني سيكوريتي في واحد لابونك. ودوزت النهار الاول جاني صعيب بزاف، خصوصا ملي كنشوف الدراري اللي خدامين قدامي معايا انا نيفو عليهم. ما يمكنش لك تخيل الاحساس ديالك في هذيك اللحظه. دوزت معاهم الشهر الاول باش ما عطى الله، داز ليا الصالير ومشيت انا تقديت حويجات ومشيت دورت مع الوالدين ديالي اللي كنشوف فيهم في عينيهم ما عجبهمش الحال، ولكن كيدعيو معايا وكيحاولوا ما يبينوش ليا. من بعد ما دوزت شهرين في الخدمه واحد النهار كان جا اجتماع طارئ وعيطوا على البيرسونيل كاملين. جمعونا نهار الحد مع 8 ديال الصباح. فاش دخلنا للشركه لقينا واحد الساحه كبيره وجا عندنا المدير ديال الشركه وبدا كيسول فينا شكون اللي عنده شويه مع السبور، شكون اللي عنده شي سانتي نوار ولا كيتريني شي رياضه. من وسط 100 واحد يلا كاينين حنا 10. هزينا يدينا وعزلونا حنا بوحدنا وبدا المدير كيسول بالواحد بالواحد حتى وصل لعندي. منين بديت كنعاود لي على الحياه ديالي وعلى الدراسه ديالي بقى مصدوم. قال لي قسما بالله ولدي الا انت قاري احسن مني، وحشومه انت تكون كتشد 50000 ريال. وبدا كيشوف الشاف ديالنا وقال لي وشي وحدين هنايا ما كيدير والو كيشدو التريبل ديال الصالير ديالك، ولكن غادي يكون خير ان شاء الله، غادي يعوضك ربي بما احسن الا سهل عليك الله. انت اللي كتبان لي الولد المناسب في الدراري كاملين. قلت ليه لحد الان باقي ما فهمتش وما عرفتش علاش معيطين علينا. ودو عندنا وقال لنا السفير ديال روسيا خاصو غادكو وعيطوا علينا حنايا باش نشوفوا لهم شي واحد. وكنتمنى من الله تحمر لي وجهي. قلت ليه واش انا؟ قال لي انا عزلتك نتايا، انت اللي غتقوم بالمهمه هادي وعندك كاع المواصفات باش تقوم بها. تبارك الله عندك فرونسي ولونجلي والبنيه الجسمانيه ديالك زوينه، تقريبا كاع المواصفات اللي طالبين في الراجل كاينين فيك نتايا. قال لي غدا ان شاء الله وجد راسك مع تسعود وحاول دعي انك تقبل، حيت الا تقبلتي الحياه ديالك غادي تتغير والصالير ديالك غادي يولي عندك حسن من ديالي. وانا متاكد مليون في المئه انهم غادي يقبلوك حيت كاينين شي 4 شركات اخرين منافسين لينا. بون كوراج. تي شكرا سعادة المدير. ورجعت للدار وانا فرحان وعرفت ان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قبلت بشركة ديال السيكيريتي واخا النيفو ديالي طالع عليه بزاف، وربي كيعوضني ان شاء الله هادشي الا تقبلت. وما قلت للدار والو، خفت نفرحهم وفي الاخر ما يكون والو ويبقى فيهم الحال عاوتاني. قالوا لي علاش عيطوا لك الشركه؟ قلت لهم والو غير شي اجتماع خاص بالخدمه وصافي. هزيت الساك ديالي ومشيت للصال وبديت كنتريني وانا محفز مزيان وناشط. من بعد مشيت للدار ونعست بكري. الغد ليه فقت مع الصباح كنتسنى في طونسبور غادي يجي يديني، كنتفاجئ بواحد مرسيدس هي اللي جداتني وداتني بوحدي.
داتني ديريكت لواحد لوطيل، وهذاك لوطيل كان فيه اجتماع ديال السفير ديال روسيا مع 5 شركات اللي كاينين في الدار البيضاء باش يعزلوا الكاد كول المناسب ليه. دخلنا وبقينا كنتسناو واحد الساعة ديال المكانة، كندور نشوف المنافسين ديالي. تبارك الله كل واحد يضوبني بجوج، واخا كنت كنقول انا مقدر كاين مكثر مني. وهنا بدا الامل ديالي كيطيح شوية، وبديت كنقول مستحيل ترى رئيس هذا يخلي هاد البدلات هادو يعزلني انا، انا اللي كنبان ضعيف فيهم. من بعد ما تسنينا بزاف عيطوا علينا ودخلونا لواحد البيرو، وبداو كيعاودوا لينا على المهمه اللي عندنا وانها صعيبه بزاف، وانك تقدر تضحي بحياتك من اجل السيد اللي غادي تخدم عنده. من بعد بدا كيسول بالواحد بالواحد فينا، كان السفير ديال روسيا كيدوي بالانجلي وانا كنت كنفهمو مزيان، وهذا هو لافونتاج اللي كان عندي على الدراري الاخرين، انهم حتى شي واحد ما كيعرف حتى الفرنسي حتى شي كلمه كاع. فاش بدا كيهضر الترجمان كيترجم لينا كاملين، وبدا كيسول بالواحد بالواحد فينا، حنا كنجاوبو الترجمان وهو كيقول للسفير. ملي وصلت النوبه ديالي نطت وبديت كنهضر معاه بالانجلي، كاع دوك الدراري اللي كانوا معايا بقاو مصدومين وحالين فمهم، ويلي هذا السيكيريتي وعندو اللغه كامله ميمكنش. هضرت مع السفير بواحد الطريقه زوينه وعرفني انني مثقف بزاف، عاودت لي على النيفو الدراسي اللي عندي، وعاودت لي حتى الرياضه اللي كندير، وعجبتو بزاف. من بعد ما كملنا الاجتماع قال لنا الترجمان التليفونات ديالكم كاملين عندنا، حنا غادي نديرو اجتماع هنايا وباش ما كان غادي نتصلو بالسيد اللي عجبنا، راه كاين واحد فيكم هنايا غادي يخدم معنا ان شاء الله. مع ذلك كنت كنقول انني ما غاديش نخدم معاهم، ملي كنت كنشوف الدراري اللي معايا غالحيوطه. خرجت من لوطيل وتميت غادي، واحد شويه كيتلقاو ليا واحد الجوج، خويا شحال الساعه؟ قلت لي ما عنديش اخويا المكان. قال لي هو داك التليفون اللي في جيبك لاش دايو؟ قلت لي طافي، ويقول يا نشوف. قلت لي الله يجازيك بخير ما باغيش المشاكل، خليني نمشي في حالاتي. هو يجبد واحد السيف من ظهره، هو يتم جي قاصدني، انا براسي ما عرفتش كيفاش درت ليه حتى لقيتو منشور في الارض. جي صاحبو كيجري حتى هو خلطتو معاه، ما دارت معاهم حتى شي مجهود، حيت ملي كتكون نتايا واحد 10 سنين وانت كطيني مع واحد عمرو ما هز برا، يعني باينة غادي تعطي قتلة. وتميت غادي في حالاتي. واحد شوية كنشوف واحد الدرية غادة وتلقاو لها واحد الجوج كيجرو لها في الساك صحة، وهي كتغوت بلا ما نشعر. مشيت كنجري لعندهم، قلت لي خويا عطاها الساك وخليها تمشي في حالاتها، سير صاحبي تخدم على راسك. قال لي الا ما مشيتيش في حالاتك امك غادي نفرقع عليك. قبل ما يكمل الهضره مشيت كنجري لعندو، شافوني جاي قاصدهم طلقوا الدريه وجابني السيوف وكيتسناو فيا. بان لي واحد الطارو ديال الزبل هزيته وانا شي علي بيه، مع كلا بيديه ضربت صاحبو بواحد كروشي هو تنشف لاد، حيدتي داك السيف وانا نطوعو تحت واحد الطوموبيل. مشيت قاصد الاخر بغا يضربني وانا نخوي ليه، لويت لي يدي تطاح في الارض، كنشوف فيه كيبوس ليا في رجليا. الله يحفظك الله يحفظك الشيف. يا انا ما شاف ما والو، انا بحالي بحالك، انا قاري احسن منك ومشيت خدمت غير ب50 ألف ريال باش ما نتعداش على عباد الله، سير تخدم وكون راسل. مع تلقشو ناضو ويضرب بواحد الجاية، تما جاي عندي داك البنت ومخلوعة في وجهها، قالت لي شكرا بزاف خويا، قالت لي اول مرة شي واحد كيتدخل وكيعاونني، الأغلبية كيبقاو يتفرجوا فيا حتى كنت تقريسة، ومني كنسالي كيجيو عندي شنو دالك أختي؟ قالت لي شكرا بزاف، كون غير كان عندي شي خويا بحالك. بقيت معاها حتى شدها الطاكسي وأنا نمشي في حالاتي. غير وصلت للدار جاني اتصال من الشركة وقال لي مبروك عليك راك دزتي في الامتحان. قلت اش من الامتحان؟ حنا غير سولونا. قال لي داك جوج مضاربات اللي ضاربتي في الطريق هادوك هما الامتحان. وتما عرفت ان الدريه ما كانتش كتجريسه، وان داك الجوج اللي جاو كانوا باغيين يجريسيوني حتى هما ما كانوش بالصح، كانت مصيفطه غير الشركه باش يشوفوا القوه ديالي واش نقدروا على شي حاجه ولا لا. من بعد قالوا لي غدا غتجي عندك واحد الطوموبيل وغتمشي ديريكت لنفس الوطيل، غادي تلاقى مع السفير وهو غادي يقولك امتى غادي تبدا معاه. مبروك عليك تستاهل ولدي، مبروك عليك. قطعت وانا نبدا نغوت بالفرحه، اخيرا غادي نخدم بصالير زوين وبلا دومين ديالي اللي قريت. جات الوالده كتجري لعندي، مالك ولدي فرحنا معك،
هزيتها وبديت كندور بها، قلت لها واخيرا سهل علي الله الوالده، غادي نخدم مع السفير ديال روسيا. الوالد حتى هو سمع الصداع ديالنا وجعدنا، مالكم فرحونا معكم. عاودت ليه وقال لي شتي ولدي، قلت لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الله يسهل عليك ولدي، خوتي حتى هما فرحانين واخيرا غادي تبدل حياتي. من بعد ما دوزنا داك الليله كلها سعاده وفرحه، مشيت ونعست بكري باش الغد لي نقدر نفيق عادي. فقت لقيت الطوموبيل كتسنى في احد الباب، هزوني وداوني ديريكت للوطيل. بقيت كنتسنى في لا ريسيبسيون، شويه جا عندي واحد راجل قال لي واش انت اللي كتسنى في السفير؟ قلت لي اه. قال لي اجي معايا. دخلني لريستو داخل، حط لي واحد الفطور عماني في حياتي ما فطرت بحالو. فالثالث قال لي يلا معايا. خرجنا من الوطيل وركبنا في واحد الطوموبيل، بقيت غادي معاه حتى وصلنا لواحد الفيلا. دخلنا ليها قصر ماشي فيلا، بقيت غير كندور في عينيا فين ما الضوء تلقى الخدامه كيمسحو. بقيت تابعو حتى دخلنا لواحد البيرو، قال لي تسنى هنايا واحد ربع ساعه غادي يجي لعندك. بقيت جالس كنتسنى، بانوا لي شي تصاور نطو بقيت كنشوف فيهم. بانت لي التصويره ديالو هو واحد البنت، واحد البنت صغيره تكون التقاده ديالي، باينه غادا تكون بنتو، ولكن رآية في الجمال قطاسة ديال بصح. بقيت ساهي فيها شويه كنسمعها الصراحه وليت مزنق، ويقول لي هذيك بنتي سميتها ريبيكا، وهذيك هي اغلى انسانه عندي في الحياه. من بعد ما ماتت ماماها بقات هي الملك ديالي الوحيد في الحياه، وهي اعز ما كنملك. ما جاوبتوش وبقيت غير ساكت. بدا كيدوي معايا بلونكلي وقال لي اجي نبداو الخدمه دابا. دخل داك السيد اللي غادي يترجم لينا شويه ويقول لي واش كتفهمني مزيان شنو كنقول لك. جاوبته بلونكلي وقلت لي اه، ويقول داك الترجمان صافي غير سير وسد علينا الباب. قال لي فاش كنت في روسيا كانوا واقعين لي مشاكل بزاف مع واحد عصابه، كنت واحد النهار في واحد البنكه ودخلوا علينا بغاو يشفوا داك البنك. انا داك الساعه كنت خدام في المخابرات وكان عندي السلاح الوظيفي ديالي. منين دخلوا لداك البنك تياوز قطاسات السما، كلشي نعس في الارض حتى انا نعس معاهم، وبداو كيشفوا في هذيك لا بنك. الصراحه ما كنتش غادي ندخل، حتى لواحد اللحظه واحد من العصابات بد الفادي ديالو هو يقتل واحد الراجل ما دار ليه والو، كان كيصاحبو كيعيط للبوليس بالتليفون ديالو. داك اللحظه ما شعرتش، نضت وانا جبت بيستولي ديالي وبديت كنتيري فيهم بواحد بواحد، تكيتهم كاملين. فهداك الشهر وليت انا هو البطل ديال المدينه كامله، وسميتي كاع في الجرائد وفي الاخبار ديال التلفازه. واحد النهار وصلني ميساج في التليفون وقال لي قلبتي علينا غادي تلقانا. داك الساعه عرفت راسي انني في مشكله مع اكبر عصابه في روسيا، حتى من الامن الدولي ما تيقدش عليها. اول حاجه درتها طلبت الانتقال ديالي من داك المدينه، تحولت لمدينه اخرى وبغيت نبدا حياه جديده، ولكن بقى الخوف ديما مسيطر علينا ومعيشيش حياتنا بخير. واحد النهار فقت الصباح وهزيت بنتي وديتها للمدرسه ومشيت انا للخدمه ديالي، غير وصلت جاني اتصال من الفيكس ديال الفيلا ديالي، ومني كنقول الو الو ما كيجاوبني حتى شي واحد، وكنسمع بحال الصوت ديال الماء ديالي كتغوت. خرجت من الخدمه وركبت في الطوموبيل وعفطت عفطه وحده ديريكت للفيلا ديالي. غير وصلت حدا الباب ويوقع واحد انفجار قوي، من بعد ما وقع انفجار بقيت طايح على الكبير ومصدوم. عماني ما كنت كنتوقعهم غادي يوصلوا حتى للدرجة. لحسن الحظ ديالي ان البنت ديالي كانت في المدرسة، اما كلشي كان غادي يموت. من بعد هادشي اللي وقع البنت ديالي كانت دازت من واحد ظروف نفسية صعيبة بزاف، لدرجة ما كناش كنعسو بالليل، كل ساعة كتنوض تقفز وبدا تغوت، كبدا تغوت بسميت ماماها. تحولت من داك البلاصة وسكنت في واحد الفيلا اخر. من بعد ما دار الشهر شوية البنت ديالي بدات كتطلق شوية وبدات كتخرج مع صحاباتها، عاد بديت كنرتاح شوية. حتى لواحد النهار البنت ديالي كانت في الفيلا بوحدها كتسمع شي واحد كيصوني عليها في الباب، وانا كنت موصيها انها ما تحل حتى شي واحد. بدات كتشوف في الكاميرا ما كتلقى حتى شي واحد على الباب،
ولقات واحد الكارطونة محطوطة حدا الباب، كتصحابو شي حاجة جابتها شي شركة ديال لاليفيزون، وحلات الباب وهزات الكارطونة. حدا حلاتها لقات المشة ديالها مدبوحة ومحطوطة في الكارطونة، وهنا عاودت مضات، ولكن هاد المرة مضات بزاف وما بقاتش باغا تعيش ليا في روسيا. من بعد ما حققت مزيان في القضية ديال العصابة اللي كانوا غادي يسرقوا البنكة، لقيت راسي دخلت في صراع مع اكبر مافيا ديال المكسيك. والمشكل الكبير داك العصابة اللي كانت كتسرق البنكة وقتلتهم كانوا معاهم جوج ديال الوليدات ديال الشاف ديال العصابة، داكشي علاش ما غاديش يتفاك معايا وباغي ينتقم مني ويقتل لي بنتي. هنا اول حاجة درتها طلبت الاعفاء من المهام ديالي، خصوصا انهم كلهم كانوا عارفين الظروف ديالي وكانوا عارفيني الا بقيت خدام غادي نموت غادي نموت. ما لقيتش معاهم مشكل، بدلوا لي الخدمة ورجعوني السفية ديال البلاد وصيفطوني هنا للمغرب باش نبقى بعيد على المشاكل واحد المدة على ما يدوز هادشي. سمح لي طولت عليك، ولكن ضروري خاصني نعاودك القصة ديالي كاملة باش تفكر مزيان وتعرف راسك فاش غادي تخدم. انا بغيتك تكون هو الحارس الشخصي ديال بنتي، خاصك تعرف انني غادي نعطيك اعز مكان ملك في حياتي، امانة ما بين يديك، الا قبلتي بطبيعة الحال تخدم معايا. الا خفتي على راسك وما بغيتيش ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لك تخرج من دابا ونسى هاد الهضرة كاملة اللي دارت بيناتنا. قلت ليه صراحة انا تفاجأت من هاد القصة كاملة اللي عاودتي ليا، وهادشي اللي قلتي ليا انا كنشوفو غير في الافلام. عطيني شوية ديال الوقت نفكر وغدا ان شاء الله نرد عليك. قال لي ماشي مشكل، فكر مع راسك. يلا سميت خارج دخلات بنتو ريبيكا، صراحة ما كاش نرجع عنده نقول ليها لا انا موافق. السيدة آية في الجمال، تلاقينا في الباب بقات كتشوف فيا وحتى انا بقيت كنشوف فيها، وقلبت وجهي زعما انا ما مصوقش وخرجت، ولكن سحرتني بدوك العوينات اللي عندها، شوية فقت من القلبة وبديت كنقول اشنو هادشي اللي غادي ندخل ليه انا. حتى فرحت قلت ربي سهل عليا، غادي نولي نتخلص مزيان، نولي حتى انا في مشاكل مع المافيا. لا هادشي ما قلتش عليه. مشيت للدار ودخلت للبيت ديالي وبقيت كنخمم مزيان، الراس عندي تقسم على زوج، واحد جهة كتفكر في المافيا اللي صيفطات شي عصابة هنايا فين غنولي انا، غنولي في المشاكل، والجهة الاخرى كتفكر غير في العوينات ديال ريبيكا، والجهة ديال ريبيكا هي اللي غلبات. غد لي في الصباح عيط عليا الشيفور ديال السفير وقال لي واش نجي نهزك ولا لا، قلت لي دوز عندي. جهزني وداني للفيلا ديال السفير وتماك دخلت وقال لي امضى. قلت ليه البارح دوينا على كل شيء الا الصالير ديالي ما دويناش عليه. قال لي الصالير ماشي مشكل، المهم هو الموافقه ديالك. قلت ليه الا كان ماشي مشكل انا موافق. جبت شيك وقال لي كتب المبلغ اللي بغيتي تخلص به. قلت لا، قلت ليه انت اللي غادي تخلصني، انا ما غاديش نقول لك شحال. قال لي واش 5 مليون في الشهر تقدك؟ قلت لي ها؟ قال لي 5 مليون ياك ما قدكش؟ قلت لا لا لا، قداني شكرا بزاف. جبت شيك هو يكتب لي 50 ألف درهم. قال لي هادي خليها عندك باش تشري حويجات وتقاد بها راسك، وزد راسك من غدا ان شاء الله غتمشي دوز واحد فورماسيون فيها 15 يوم. قلت لي ديالاش؟ قال لي حتى الغدا وغادي تعرف ديالاش. مع خرجت من عندو مشيت ديريكت للبنكة صرفت هاديك 5 المليون. عاد وليت كنحس براسي بنادم، واي حاجة عجبتني كنمشي نشريها. تهليت في الوالدين وفي الخوت ديالي، خصوصا خويا معاد اللي كبر حتى هو، كان ديما كيبكي على الوالد باغي موطور باش يمشي للسونطر، ما فهم والو حتى لقاه قدام الباب. لحت ليه الكونتاك ما تيقش، ناض كيجري لعندي وعنقني. اختي الصغيرة كانت باغا غير طابليط، شريت لها هي طابليط، خليت عندي 10 ألاف درهم وعطيت الوالدين ديالي داكشي اللي بقى عندي. واخيرا كنحس براسي درت شي حاجه للعائله ديالي واستفادوا مني. غد لي جا عندي الشيفور الصباح وداوني لواحد الفيما بعيده بزاف على كازا. حدنا دخلنا لداخل لقيت واحد السيد كيتسنى فيا، عطاني واحد اللبسه لبستها
وعطاوني السلاح. اول مره في الحياه ديالي كنشد فادي في يديا، وبداو كيعلموني كيفاش نعمرو وكيفاش نستعملو وكيفاش ندافع على راسي في حاله الخطر. وهنا عرفت راسي انني دخلت للمعمعه ديال بصح. من بعد ما دوزنا 15 يوم زادونا سيمانه اخرى حتى وليت كنطير في التياش. رجعت لعند السفير الفيلا ديالو هو يعطيني فادي، قال لي هذا البروخصه ديالو بسميتك نتايا، واي قطاسه كانت ناقصه راك غادي تحاسب عليها. تي صافي يكون هاني. بقيت جالس معاه شويه هو يعيط عليا بيكا. دخلت هو يقول لها هذا هو الحايس الشخصي ديالك. بقات كتطلع وتهبط فيا، قالت لي تبعني. ما عجبتنيش الطريقه باش دوات معايا. شافني هو تقاصت هو دو عندي، قال لي شوف غير حاول تولفها، راه صعيبه شويه ولكن الا عرفتي تتعامل معاها غتولي انت هو الصديق ديال المقرب. تي لا لا كون هاني. وكنقول لي في خاطري والله يا ما تنربيها. خرجت تبعتها، طلعت للطوموبيل بغات تسوق، قالت لي طلع طلع. مشيت وانا نحل على الباب وانا نقول انا اللي غادي نسوق، قالت لي لا انا. بقيت واقف عليها ويدات نقول تنزل. جات بغات تركب حدايا لقدام، قاتني سرد على الباب. قلت لها بيدي طلع اللور، عرفتني انني ميكروب كثار منا وحنا غاديين في الطريق. قالت لي شنو سميتك؟ قلت لها سميتي ياسير. قالت لي اسمع السي ياسير، انت دابا بحال العساس عليا، يعني بلا ما تدخل لي في حياتي، اي حاجه بغيت نديرها غادي نديرها، انت غير غادي تحضيني وتسكت. ما جاوبتهاش وبقيت كنضحك وهي تعصب. قالت لي علاش كتضحك؟ قلت لها شكون اللي دا في حياتك؟ دبري راسك دير اللي بغيتي. كنت كنوصل لواحد المدرسه كانت كتقرا فيها، واي بلاصه كان خاصها تمشي ليها ضروري خاصني نكون معاها. واحد النهار كنا غاديين وصلنا في واحد الفيروج ويجي واحد خينا كيطلب وباين عليه مشرمل ديال بصح، وانا عارف داك الطلبه داير غير كانار، هو كيقلب غير على ما ينتف. قلت ليها طلعي الجاج ولا حيدي التليفون من يدك غادي يشفوا ليك. ما تسوقاتش ليا، بقات حالة شارجم وشاد التليفون وكتصور. داك خونا غير شافها فرح، بان ليه بيكول وبان ليه شي قصده. قبل ما يخطف ليها التليفون من يديها خطفتو ليها انا الاول. يلا حليت الباب هو يهرب. قالت لي شكرا، ما جاوبتهاش وشافتني كاعي. قالت لي اسمح ليا، ما كنتش عارف هادشي غادي يوقع. قالت لي انا اللي عايش هنا وانا اللي عارف، دونك انت خاصك ديري داكشي اللي غادي نقول لك انا. وبديت كنعرف ان المسؤوليه اللي عندي صعيبه بزاف. فاش كانت كتدخل المدرسه كنت كنتسناها قدام الباب، وهذيك المدرسه الاغلبيه اللي كيقراو فيها كل مقوى، والقليل الا لقيتي شي مغربي حاصل معاهم. فاش كانوا كيخرجوا كانوا كيبقاو مجمعين قدام الباب، وانا خاصني نبقى نتسنى فيها. وبدا كيطلع لي الدم. اشد الخدمه هذه خدمه ديال الدل شويه، وانا نهبط عندها وسط صحاباتها وقلت لها يلا مشيو. خوكم طاب واحد كوستار ونضيضات كحلين كان بان وادك، ديات لي معاه كاملين تزعطو فيا. قالوا ليها شكون هاد البوغوس؟ قالت ليهم هذا مكلفو بابا باش يحضيني، وبداو مطلعين عليها. سعداتك؟ قالت لي ما صافي ما لقيتش فاش نشوف. قلت ليها واش نقدروا نمشيو؟ عندي بزاف ما يدا. قالت لي لا حتى نسالي انا عاد نمشيو. قلت لها ماشي مشكل. رجعت للور وتكيت على الطوموبيل وربعت يدي وبقيت كنشوف فيها. شويه كتبان لي واحد تيتي زاديزه محدايا، دويت معاها بلونكلي. قلت لها اختي نسولك، بديت كنسول فيها على المدرسه وقلت لها اختي بغيت نقيد هنا، شنو اللي مزيان فيها وشنو اللي ما مزيانش، وكنشوف في الاخرين كينغزو فيها وكينعتو فينا. وانا بديت كنضحك مع الدريه وقلت لها شكرا بزاف. قبل ما تمشي الدريه اللي كنسول فيها دارت لقيت لي بيكا، طلعت للطوموبيل وقالت لي يلا مشيو. قلت لها ماشي دابا حتى نسالي انا. وهي تعصب ديال بصح. ملي كملت مع الدريه قلت لها شكرا ومشات في حالاتها. عاد وانا نطلع للطوموبيل تمينا غادين طريق كامل وهي ساكته وكتبان لي كاعي ديال بصح. بديت كنجبدها كندوي معاها والو ما كتجاوبنيش. قلت ليها تقدري تقولي لي شنو المشكل؟ قالت لي والو عندي شي مشاكل في المدرسه وصافي. شويه وهي تغوت على الجاد، انا نقص من بلاصتي كنسحب غير شدو المسلمين. دارت لعندها
كنلقاك تشوف واحد الطوموبيل انفص معاه. من قصد سرعه لقيت فعلا كاينه واحد مرسيدس وفيها الجاج فيمي ومهبطين الجاج وشد واحد البيستولي حاطو حدا فمو وكيضحك. هذيك اللحظه جات واحد هيسيري ديال الغوات وبدات كتقول لي هاب كسيري. صراحه نهار قبلت بالخدمه ما كنتش كنتوقع هادشي، كنت كنقول داكشي في روسيا، حنا في المغرب الحمد لله ما كاين والو في هادشي. لقيت راسي بلا ما نشعر حتى انا داخل في مشكل كبير. عفطت عفطه وحده، حنا غاديين طوموبيل تابعانا، قلت ليها هي تحنا لتحت بستيلة تيراو ما يجي فيها والو. هبطات هي تخبات لتحت وبقيت غادي عافط حتى وصلت حدا واحد البراج ديال البوليس. ملي كندور كنلقى الطوموبيل ما كايناش، قلت ليها صافي تهدني تهدني راه مشاو. بدات كتبكي وكتغوت وكتقول لي لا غادي يقتلوني هادو كيف ما قتلوا ماما، هادو ما كيعرفوش الرحمه. جا عندي البوليس اللي كان في البراج وقال لي شنو وقع، كيسحبني غير انا خاطفه وشرحت لي شنو كاين وبدا كيقلب على ديك الطوموبيل اللي كانت تابعانا وما بان ليه والو. قال لي صافي يمكن لكم تمشيو، كاين طريق وحده اللي كدوز هي هادي، الا دازت من حدايا هنا شي مرسيدس غادي نشدوها، من الاحسن تمشيو لاقرب مخفر ديال الشرطه وديكلاريو. تي صافي شكرا شوف وتمينا غاديين. غير وصلنا للفيلا لقينا باباها كيتسنى فينا، قال لينا على السلامه. غير شافتو نزلت كتجري لعندو وعنقاتو بدات كتبكي، قالت ليه بابا تبعوني حتى لهنا بابا غادي يقتلوني، عفاك بابا ما تخليهمش يقتلوني عفاك. ما فهم والو بقى معنق ومصدوم وعيط على الخدامه قالها طلع البيت ديالها وقال لي اجي معايا. دخلت انا وياه للبيو وقال لي شنو وقع، عاودت لي داكشي كامل اللي وقع. بقى جالس وشاد فاسو قال لي مصيبه هادو ما بغاوش يتفاكوا معايا غادي يديو لي اغلى ما عندي. قلت لي بغيت غنسولك واش السلاح اللي عندي الا استعملته ما كاين حتى شي متابعه قضائيه. قال لي لا هذاك بالرخصه ديالو. قلت لي صافي ما عندك منش تخاف على بنتك، بنتك غادي نحطها في عينيا كون هاني، عنقني وقال لي شكرا بزاف. من بعد ما دازت يومين ايبيكا ما بقاتش باغا تمشي للمدرسه ديالها، ما بقاتش باغا تخرج حتى من الفيلا وحتى من الماكله كتاكل غير بزز، بدات كترجع لهداك الحاله اللي كانت فيها. سولت الخدام عليها قالت لي قالت غاسي ما غاداش تمشي. طلعت لعندها ديريكت البيت ديالها دقيت عليها قالت لي لا ما خاصني والو صافي غاسي. كتصحابني الخدامه قلت لها انا ياسير باغي نهضر معاك حالي الباب. حلات ليا ودخلت جلست حداه. قلت لها علاش ما كتمشيش للمدرسه؟ قالت لي راك شتي البارح شنو وقع، انا ما باغاش نموت. قلت لها ما عندك منش تخافي ما غاداش تموتي انا كاين معاك. قالت لي انت باقي ما عارفش راسك مع من كتعامل، راك ما كتعاملش مع واحد ولا جوج، راه مافيا هادي واش كتعرف شنو معنى ديال المافيا؟ قلت لها عارف ولكن ما عندك منش تخافي، قلت لك انا معاك خاصك غير انت راسك ما يبقاش قاصح وتكوني كتسمعي الهضره وما تبقايش توقفي بزاف قدام الباب ديال المدرسه واي بلاصه اللي مشبوها. انا راه مشيت ديكلاريت البارح وما عندك منش تخافي، غير يشدوهم البوليس وغادي نعرفو منهم كلشي. يلا نوضي بدلي حوايجك ويلا المدرسه ديالك. بقات كتشوف فيا، خرجت مع الباب وكنت انا كنتسناك لتحت. باش تميت خارج تلاقيت مع باباها قال لي ها هو جبت معايا الطبيب ديالها تي صافي ما يحتاج، هيا غادا تبدل الحويجه وغادي ندير المدرسه ديالها. بقى كيشوف فيا وما فهم والو، قال لي اول مره بنتي كتخرج من الحاله ديالها بلا طبيب. قلت لي بنتك ما مريضه ما والو، قلت لي بنتك خاص غير اللي تواصل معها. وبغيت نقول لك واحد القضيه اخرى، السبت والحد هي بك ما قاريش، غادي نديها تفوز واحد اليومين ونجيبها. قال لي مزيان شكرا بزاف ورد بالك في الطريق وما تيخف حتى شي واحد، راني عاطيك امانه. شويه كتبان لي هيبيكا هابطه وضاربه واحد الحطه، بقيت غير كنشوف فيها. وحنا غاديين للمدرسه قلت لها السبت والحد وجدي راسك غادي نمشي نسافر انا وياك واحد يومين. قالت لي شكون انت اللي غادي نسافر معك؟ قلت لها انا غير الحايس ديالك، انا غادي غير نوصلك ونوريك شي بلايص زوينين هنايا طبيعة الحال الا بغيتي، ما بغيتيش يمكن لك تبقاي تبكي في البيت ديالك. بقات ساكته حتى وصلت للمدرسه ديالها ونزلت. وفي العشيه باش كانت خارجه
حتى بطلع الفيلا ديالها قالت لي انا موافقه على داكشي ديال السبت. وصل السبت ديتها ديريكت لمراكش، دورتها مزيان تماك وكانت فرحانه بزاف بحال شي دري صغيور. من بعد ما دورتها مزيان في مراكش رجعنا للدار ورجعت لي بيكا وحده اخرى غير كضحك ونسات داكشي اللي وقع. من بعد ما دازت سيمانه كنت غادي بالمدرسه كيف ما العاده، شويه كتبان لي واحد الطوموبيل غير شفتها عرفتها، نفس الطوموبيل اللي كانت تابعنا داك النهار. وبديت كنقلب كيفاش نسلت ليها بلا ما نبين ليبيكا، باش ما داش تغوت وتخلع. ولكن هاد المره كان لاصق في ديال بصح وما كاينش كيفاش ندير لها، ما لقيتش ما ندير حتى ليبيكا تحنا لتحت. غير قلتها لها ولا وجهها صفا، قلت لها تحنا لتحت وما تخافي والو. مع التحنات هي مع قطاسه جات في الباربيز اللوراني ويتهرس كامل. ديك الساعه جات البيستولي ديالي، نقصت شويه من السرعه حتى تقادات معايا المرسيدس. طلعت في الطوموبيل بانوا لي غير جوج لي راكبين، ضربت لي مرويده القداميه ويتبان لي داك المرسيدس غدا وكتشطح شويه ويدخل في واحد البوطو. نزلت كنجري عندو يلا بغي ينزل، حطيت لي بيستولي على راسو. نعست الارض هو وصاحبو وعيطت على السفير وعلى البوليس. جاك يجري لعندي وشد بنتو عنقا، شدوهم البوليس. من بعد ما حقوا معاهم مزيان لقاهم من طرف المافيا ديال المكسيك، وهنا الوالد ديالها زاد تخلع عليها بزاف. عيط عليا البيرو ديالو وقال لي شوف انا غادي نعطيك الفلوس اللي بغيتي، ولكن بغيتك تولي تبات معنا في الفيلا، كاينين معايا رجال هنا ولكن ما كان تيخف حتى شي واحد، واش تقدر؟ تي ماشي مشكل. مشيت للدار وسلمت على الوالدين ديالي وقلت لهم غادي نخرج دي بلاسمون بلا ما تخلعوا عليا، وخليت لهم الفلوس وخرجت. غير وصلت لقيت السفير كيتسنى فيا وقال الخدامة عطيه البيت ديالو. من بعد ما دازت سيمان على هادشي اللي وقع بدات كترجع الامور كيف ما كانت، وبدات ليبيكا بشويه بشويه كتمشي للمدرسه وبدات كترجع الحياه طبيعيه. وانا صراحه بلا ما نشعر لقيت راسي كنبغي ليبيكا بزاف وكنموت عليها، ولكن ما يمكنش نقول لها شي حاجه الا ما قالتها شي. خاصني شي طريقه باش نعرف واش كتبغيني تاهي ولا لا. كنت غادي موصل للمدرسه وانا نسولها، قلت لها فاش كنتي عايشه في روسيا ما كنتي كتعرفي حتى شي واحد؟ قالت لي لا كنعرف واحد سميتو جون وغادي يجي عندي الشهر الجاي، كيبغيني وكنبغيه وما بقاش لينا بزاف وغادي نتزوجو. قالت لي وانت؟ قلت لها مالي انا؟ لا 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 انا ما كنفكرش في داكشي دابا الصراحه. الله دارت بيا طلع لي الدم ديال بصح حيت لقيت راسي تعلقت بها بزاف، ولكن ما بينت لها والو وبقيت كندوي معاها عادي. ودازت الايام وديما نفس النهار كيتعاود، كنديها ونجيبها وكنمشي نشوف الدار مره في السيمانه. واحد النهار كانت كتفطر هي وباباها ويعيط عليا اجي تفطر معانا. جلست كنفطر معاهم وهي تقول لي بابا عندي لك واحد الخبر زوين. يلا شناهو؟ قالت لي جون غادي يجي غدا وبغيت نمشي انا وياسر نجيبوه غدا من المطار. قال لي ها مزيان صافي غدا سير وجيبوه، وغدا ان شاء الله نعرض عليكم الغدا كاملين، وحتى انت ياسر عندك ما تجيش. انا داك الساعة كنت ساهي وكنخمم. قال لي ياسر؟ قلت ها؟ قال لي مالك كتخمم؟ قلت والو. لا لا والو. كملنا الفطور ديتها للمدرسة ديالها كيف ديما، والغد لي في الصباح مشينا للمطار نجيبو جون. تم جاي هاز البواز ديالو شافتو هي تمشي تلاح لي وضربات لي بواحد التعنيقة، وانا بحال ضربني الضو بقيت جالس مصمم في بلاصتي. تم جاي عندي ما سلم عليا ما والو، لاح لي البواز وقال لي ديهم في الطوموبيل. بقيت كنشوف فيه ومشيت حليت الباب ديال الطوموبيل وريحت، وهي تجي عندي البيكا وقالت لي هز البواز حطهم في الطوموبيل. قلت لها انا ماشي خدام ديالك انا جاي حاضيك. بقات كتخنزر فيا ومشات هزات امي وياه. فاش طلعوا جلسوا هو يقول لها منين دبرتو على هذا؟ كيدوي معاه بلونكلي كيصحابني ما غاديش نفهمو. قلت لي غتزيد شي كلمه اخرى غادي نهرس لك فمك. بقى مصدوم كيشوف فيا وبين عليه ميكروب. تمينا غادين وصلنا للفيلا لقينا الخدامه موجدين الغدا، عطاو بيت ديالو ساح فيه. وصلت الوقيته ديال الغدا كلهم تجمعوا بقاو كيتسناو فيا
انا ما جيت. عيط لي في التليفون قلت لي غير تغداو. عيطت لي الوالده ضروري خاصني نمشي، واحد نص ساعه نكون عندكم. صراحه بقى في الحال بزاف وما تسطاتش ليا، ما كنتش عارف ان غدا تكون عندها شي علاقه، ودرت الغلط وتعلقت بها بزاف. من بعد ما دازت شي سيمانه هو كاين هنا، كنت انا ديما كنوصلهم وكنشوف فيهم وانا كنتقطع من الداخل. صافي ما بقيتش قادر نزيد نصبر اكثر. كنا مجموعين في الفيلا في الليل، بالي السفير داخل وكلهم كانوا مجموعين. وقفت وقلت لي قدامهم، قلت ليها كنظن ان خدمتي سالات وان بنت كيبيكا ما بقاتش محتاجه الخدمه ديالي، هو كاين دابا جون فيه الكفايه. قال لي السفير لا 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 ما تقولش هاد الهضره هادي، ضروري غادي تبقى معنا. وينقص جون ويقول ليها لا صافي غير خليه يمشي، هي بيكا معايا انا نحطها في عينيا، ما كاينش اللي يقدر يوصل ليها وانا كاين معاها. السفير دار عندي وقال لي اجي نقول لك. ملي مشيت لعندو قال لي شوف انت باقي خدام معايا، دخل البيرو ديالي وحط الصلاح تماك وسير خود لك كونجي 10 ايام، ملي غادي نحتاجك غادي نعيط لك. خرجت وما سلمت على حتى شي واحد، مشيت ديريكت شدي طاكسي ومشيت للدار. دخلت للدار حاولت انني ما نبين لهم والو، ولكن مع ذلك الوالدة كتحس بيا بزاف، غير شافتني عرفتني ماشي هو هداك. كلشي دخل ينعس حتى الليل، وجات عندي الوالدة وعارفاني غادي نكون باقي فايق. قالت لي مالك ولدي؟ قال لا والو. قالت لي شوف ولدي انا ماماك وعارفة كلشي، غير قول لي مالك، عندك شي حاجة ماشي هي هاديك. وعاودت لها هادشي كامل، والصراحة بلا ما نشعر الدموع ما بغاوش يتحبسوا ليا. قالت لي يا ولدي هذا الغلط ديالك، انت ملي كنتي كتبغيها كنتي تبين ليها باش تعرف شنو تحت راسها. صافي ولدي حاول تنساها، والخير فيما اختار الله. من بعد ما دازت شي سيمانه وانا جالس في الدار، وانا مقابل غير الانستغرام ديالها كل مره اللي حط صويره معاه، وانا هي كانت تفقس وكنتعصب. حاولت نساها باش ما كان وما قدرتش. من بعد عيط عليا السفير وقال لي اجي لعندي. مشيت لعندو وقال لي شوف انا هاد جون ما متاحش ليه، وخايف بنتي لا توقع عليها شي حاجه، ضروري غادي تمشي معاهم. ملي كتكون معاها نتايا كنكون مرتاح كثر. قلت اسمح ليا ولكن ما يمكنش زوج ديال لي كوبل غادين وانا غادي تابعهم. قلت لا غير عفيني. قال لي لا قلت لك غادي تمشي، انا كتهمني السلامه ديال بنتي هي الاولى. ملي شفتو كياكد عليا قلت اللي بغيتي، ولكن هاد الهضره انت اللي غادي تقولها لهم، حيت انا نقدر نجبد مع شي مشكل الا قال شي حاجه. حتى كيضحك وقال لي لا كون هاني من هاد الناحيه. غير دخلوا جات لي بيكا كتجري وسلمت عليا، قال لهم باباها من اليوم ان شاء الله غيبدا يمشي معكم ياسر ضروري. قال لي جون علاش مالي انا ما نقدرش نحميها؟ قال لي لا انا عارفك انت راجل ونص، ولكن ياسر مدرب مزيان على السلاح وعنده الرخصه ديالو. قال لي حتى انا عندي السلاح وحتى انا مدرب عليه مزيان. شوف عمي خليني اليوم نخرج انا وياها راس في راس، ومن بعد الا بغيتي يمشي معنا ماشي مشكل. قال لي باباها غير اليوم. قال لي صافي غير اليوم. صراحه ضرني راسي بزاف وكنقول كيفاش هذا كي انسيستي على اليوم بالضبط، ياك ما كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت لهم صافي هنيتوني نيت حتى انا فيا النعاس وباغي الناس، ودرت راسي بحال طالع للبيت. خليتهم غير خرجوا، هزيت واحد الموطور ديال العساس وانا نتبعهم. بقيت تابعهم ودخلوا تعشاو في واحد ريسطو، وانا واقف كنتسنى قدام الباب ديال ريسطو كنشوف واحد جوج ضاربين قبيات وكاسكيطه، الوجه ديالهم ما كيبانش. مشاو ديريكت للطوموبيل ديالهم وحلوها ودخلوا ليها. الطوموبيل ما كانتش مسدوده، بقاو جالسين اللور وكيتسناو. من بعد ما كملوا العشاء ديالهم تسمو خارجين وغاديين في اتجاه ديال الطوموبيل، وانا كنشوف كلشي وبغيت نخلي حتى نشوف شنو غادي يوقع. شويه جات ريبيكا وجون وطلعوا عادي للطوموبيل. جون هو اللي صايق وريبيكا كانت جالسه من الجهه الاخرى. تمو غاديين في الطريق راجعين في اتجاه ديال الفيلا، شويه كيبانوا ليا فاتوا الفيلا وغاديين في واحد اتجاه اخر. اول حاجه درتها عيطت للسفير وعاودت لي داكشي كامل. بدا كيغوت قال لي غادي نعيط له دابا. قلت لا الا عيطتي غادي نقتلوها،
ما تعيط ما والو، جيب البوليس وتبعني للبلاصه اللي غادي نقول لك. وصيفط لي لوكاليزاسيون، تمي تابعهم حتى وصلوا لواحد البلاصه خاويه، وداك البلاصه كانت واحد الطوموبيل اخرى كتسنى فيهم. شويه وقفت الطوموبيل، حطيت الموطور بعيد ونزلت، مشيت ما بين الشجر وبقيت حاضيهم. الجوج اللي كانوا في الطوموبيل هازين سلاح لاري بيكا وجون، وكان واحد اخر في الطوموبيل كان كيتسنى فيهم. شويه كيبان لي جون هبط يديه وبس الجهه الاخرى اللي كانوا فيها الرجال، وهي كتقول لي شنو كدير جون؟ قال لها سمحي لي، عصابه اللي كان عندكم معاه مشكل خطفوا لي الوالد ديالي في المكسيك، وقالوا لي باش نجي نجيبك اليوم سينو غادي يقتلوا لي الوالد. بدات كتبكي هي وقالت لي ها علاش غداتيني بحال هكا؟ بدا كيضحك وقال لها واش انت دابا كتوقع انني نجي من روسيا على قبلك على الاقل تدايا تماك؟ بقات مصدومه فيه. واحد شويه وصلوني التليفون، السفير كيعيط ليا، خرج عليا ولد العبد، شافوني جاو كيتجاراو لعندي، جبدوا عليا بيستولي وبشاو وقفوني حداها وقال لي والله الا مزيان منين جيتي ما حملتكش من اول نظره شفتك، انا عارفك كتبغيها وكتموت عليها، قلت لي انتاش كتخابق؟ قال لي بلا ما تبقى تخبي داكشي، كلشي باين في عينيك وحنا رجال كنعرفو بعضياتنا، ضغط لقيتها كتشوف فيا. قال لي ولكن مزيان منين جيتي؟ حنا غادي نقتلوكم بجوج وتحابوا مع بعضياتكم مزيان داك الساعه. ما يجدو بيستولي يلاه بغاو بداو يتيهو فينا، كتسمع البوليس جاو تيهو في الاول وفي جون، الثالث غير شاف البوليس بغا يتيه في بيكا، وانا نتلاه لعندها كاليش عليها الضربة وهي تجي فيا القطاسة في الكتف ديالي. مهم تيهو في البوليس، جون كان مات وداك الجوج كانوا غير بليسي، داوني ديريك للكلينيك، ما بقيتش عاقل على راسي حيت نزفت بزاف ديال الدم. فاش فقت لقيت ريبيكا جالسه حدا راسي هي والسفير، بقات تشكو فيا بزاف وقال لي خذ لك راحه واحد الشهيه بما وليتي بخير ورجع للخدمه ديالك، الحمد لله ما خيبتيش الظن ديالي فيك. داك جون راه خدا الجزاء ديالو. قلت ليه ما قلتوش للدار راني تضربت؟ قال لي لا ما قلنا لهم حتى شي حاجه. قلت ليه انا ما باغيش نمشي للدار، يا اما خلوني في كلينيك ولا ديوني شي بلاصه اخرى. قال لي كيفاش شي بلاصه اخرى؟ انت عندك البيت ديالك في الفيلا ديالي وانت مرحب بك في اي وقت وكثر من الاول. قلت ليه الوالده ديالي الى ساقت ليا الخبر تقدر تمرض فيها. مهم دازت شي 15 يوم وليت بخير، وليت كنحرك يدي مزيان وبديت كندير لها الطويط حتى وليت بخير. هاد المدة كاملة وانا كندوي مع الدار غير بالتليفون، ملي حسيت براسي بخير قلت ليهم غادي نمشي نشوف الدار. قالت لي ريبيكا بغيت نمشي معاك، بغيت نشوف والديك وخوتك ونشوف الدار ديالكم فين ساكن والحي ديالكم. قلت لها يلا بلاصيت الطوموبيل في الدرب وتميت الداخل، وراكم عارفين حي شعبي وتوقف عليهم شي حديدة بحال هادي وبياسة بحال هادي، كل شي حال فمو. دقيت حلت لي الوالدة، سلمت عليها وقالت لي اش تغبو يا ولدي؟ شافتها الوالدة تزعطات فيها، دخلنا لداخل وتهلات فيها الوالدة ديال بصح وعجبتها الماكلة ديالنا. الوالدة كتبدا تهضر معاها بالعربية وهي كتبقى غير تشوف فيها، عاد كنشرح لها شنو قالت لها وعجبها الحال معنا بزاف. قالت لنا الاجواء ديالكم زوينين احسن من ديالنا حنا لهيه، كل واحد جالس بيتو بوحدو. قلت لها في خاطري الزلطه هي اللي مخليه بنادم بحال هكا. قلت للوالده هي دي اللي عاودت لك عليها. قلت يا ولدي سيف ما تزعط فيها وليدي، انا وعجبتني. تغدينا والوالد بقى جالس، الوالده قالت ليه والحاج نوض على الظهر اذن، الوالد مصمم في بلاصتو كيشوف فيها. عيط نوض جاو الوالده من كفاه ونوض قاعد تصلي، نوض تصلي ما ينفعك. عاد هو ينوض وقلبنا كاملين ضحك. سالينا تا الوالده دعي مع ولدك، قالت لي الله يسهل عليك ولدي وتولي تبغيك. بقيت كنضحك وخرجنا، ركبت في الطوموبيل وهي تقول لي هذيك الهضره اللي قال جون واش بصح؟ قلت لها اش من هضره؟ قالت لي واش كتبغيني؟ قلت لها واش عارف اش كتقولي؟ قلت لها لا لا. قالت لي غير قول الصراحه واش كتبغيني؟ علاش ما قلتيهاش لي النهار الاول؟ قلت لها ما جابتهاش الوقت. ليها وثاني حاجه انا عارف باباك ما غاديش يوافق، باباك غادي يبغي لك شي واحد في المستوى ديالك.
قالت لي انا اللي كنقرر ماشي بابا. وزادت كبرت العلاقه ديالي مع ريبيكا وليت كنبغيها بزاف وحتى هي ولات كتبغيني. من بعد دازت شهور ما بقى حتى شي مشكل، ما بقى حتى شي عصابه كتجي تلقى ريبيكا. عيط عليا السفير مع السعوديه الصباح قال لي جي عندي البيرو ديالي. فاش مشيت لعندو قال لي نهار الثلاثاء بغيتك تنظم لي واحد الحفله كبيره في الفيلا ديالي وخذ الفلوس اللي كافينك وبغيت داك شي حمال يا وجهي. قلت لي مرحبا شنو كاين؟ قال لي واحد الشخصيه كبيره في البلاد باغي يجي يخطب بنتي ريبيكا لولدو. وهنايا جاتني الصاعقه، قهوتي يهضر وتيقول لي دير هادي ودير هادي وانا راسي مرفوع ما سمعت حتى شي حاجه من داكشي اللي قال، كنت مغيب. قال لي ياسر ياسر تي نعم شنو قلتي؟ قال لي مالك مرفوع صاحبي ما مولفاش ليك؟ قلت لي لا والو صافي يكون هاني كلشي غادي ننظمو لك. خرجت من عندو ولا دارت بيا ما بقيت عارفت من دير. اول حاجه درتها عيطت لريبيكا وقلت لها شوفي العلاقه ديالنا اليوم اعتبرها سالات. قلت لي علاش شنو وقع؟ علاش كديو ليا بحال هكا؟ وبدات كتبكي وكتغوت. عاودت لها داكشي اللي وقع، قلت لها باباك بغى يزوجك بشي واحد كبير في البلاد. قلت لها بطبيعه الحال باباك ما غاديش يخلي واحد كبير في البلاد ويجوزها لواحد في المستوى ديالي. قالت لي ومالو المستوى ديالك؟ قالت لي انا باغاك بحال هكا، انا باغي شي واحد اللي يبغيني ويخاف عليا ماشي اللي عنده الفلوس. قلت لها انا عارف باباك ما غاديش يوافق. قلت لها صافي سمحي ليا ونسي هاد العلاقه اللي كانت بيناتنا، الا بغيتيني نبقى خدام معكم هنا ولا غادي نمشي في حالتي في خطر. واحد القضيه اخرى، الا سول عليا الوالد ديالك قول ليها امشي شوف ماما راه عيانه شويه ما غاديش نبات هنا. حطيت ليها الكونتاكت ديال الطوموبيل في يديها وشديت الطاكسي ورجعت للدار. مشيت تلاقيت مع الوالده في الباب، قالت لي ياك لاباس؟ قالت لي بحال هكا دخلتي عليا داك النار. قالت لي ياك ما نفس المشكل؟ قلت لها اه. قالت لي ولدي الصراحه انا كنت عارفه غادي تطيح في نفس المشكل ولكن ما بغيتش نحطمك وبغيت نخليك تجرب الحظ ديالك، حيت ولدي المستوى ديال داك الناس فايتنا بزاف. شوف ولدي شي وحده على قدنا اللي قبلوا علينا ونقبلوا عليهم. تا صافي الوالده هادشي اللي غادي يكون. مشيت للبيت ديالي جبت التليفون وكنشوف التصاور ديالها والدموع مبغاوش يتحبسوا ليا. وليت عنيبه مع الوحده ديال الليل كيصوني التليفون، كنجاوب كنلقى السفير وكيدوي معايا بواحد النبره حاده. قال لي بغيتك غدا تجي عندي مع 9 ديال الصباح البيو ديالي. تي ان شاء الله. مع 9 ديال الصباح لقاتني في البيو ديالو، غير دخلت لعندو لقيتو كاعي وكيخنزل فيا و تيقول لي واش نسيتي راسك؟ واش نتا مايد ولا شنو؟ انا ثقت فيك وخليتك تحضي لي بنتي، مشيتي لعبتي لها براسا بينك وبين راسك، واش انا غادي نجوز بنتي لواحد بحالك؟ نجوز بنتي لعساس؟ عرفتي اش غادي دير؟ غتحط دابا داك السلاح وعماني باقي نشوف وجهك هنايا. حيدت السلاح وحطيتو لي فوق الطبله وحطيت لي حتى التليفون ديالي. تميت خارج قال لي بلاتي هاك هادشي كذا في الحساب ديالك. قلت لي ما عندي ما ندير به وخرجت في حالاتي. وهاد المره ما مشيتش للدار، مشيت للمدينه اللي كتعجبني بزاف اللي هي مراكش. دوزت فيها واحد 4 ايام عاد رجعت للدار. دخلت ارتحيت شويه، جمعت حوايجي وزيت الصاك ديالي ومشيت للاصال. مشيت نتفكر ليامات ديالي ومشيت بقيت عاطيها اللونطيمه. فين ما تنكون معصب كنبغي نتايني، كنخرج هذيك الطاقة السلبية اللي فيا. ساليت لونطيمة رجعت للدار واتخذت قرار انني غادي نبدا صفحة جديدة ونسى هادشي كامل اللي داز. صوبت سيفيات وبديت كنقلب على راسي. الوالدة منين عرفتني ما بقيتش خدام مع دوك الناس قالت لي اجي كاينين شي جوايت بزاف كنوصلوك وكنبغي نعطيهم ليك وكنساهم. ملي جبت هادوك البراوات لقيت شي 20 شركة معيطة عليا. اخر شركة كانت معيطة عليا يلا شي 4 ايام دابا يعني باقي الحال. هزيت السي في ديالي ومشيت لعندهم. دوزو ليا لونتخوتيان
خدموني وعطوني بوست زوين، وحتى الصالير كان زوين، وبقيت عاطي اللونطيما والخدمة. أول مرة غادي ندخل الانستغرام من بعد داكشي اللي كان وقع. ما حليتو لقيت بزاف ديال الميساجات مع عندي بيكا، اوديوات كتبكي فيهم وكتقول لي عافاك جاوبني، راه بغيت نجي عندك للدار وما عرفتش لادريس ديالك. عاود ديزانستاليت الانستغرام وحاولت باش ننساها، ولكن غير كنغمض عينيا كتبان ليا. من بعد ما داز شي شهر وانا في الخدمة ديالي، عيطت لي الوالدة وقالت لي عافاك جي دابا، جي دابا ضروري، انت مالك شنو واقع؟ قلت لي جي راه الدنيا عامرة بوليس هنايا، روينا نايض عندنا في الدب، عافاك لا ماجي. حبست الخدمة وتميت جاي، حدي وصلت راس ديال الدب كنلقات الدنيا مطوقة بوليس، ما فهمت والو، اش واقع؟ بغيت ندخل واحد البوليسي حبسني، قال لي لا ممنوع تدخل. تي واش شايف راه دارنا كاينة تماك؟ جبت لي لاكارت وريتو لادريس، عاد خلاني ندوز من بعد ما قلبني كامل. قلت اش واقع هنايا؟ قال لي راه السفير ديال روسيا كاين هنايا. انا ما فهمت والو، شنو بغى هذا عاوتاني؟ بقيت غادي حتى وصلت للباب ديال الدار، لقيتو جالس في الطوموبيل ديالو ويعيط عليا. قال لي اطلع بغيت نهضر معاك. قال لي انا جيت لعندك حتى للدار حيت التليفون ديالك ما خدامش، وبالامكان ديالي نصيفط لك شي واحد من الرجال ديالي، ولكن انا بغيت نجي عندك شخصيا. قلت ليه مرحبا، بلاتي نطلع للدار. قلت ليه بلاتي نطلع للدار ندوي مع والديا، راكم قتلتوهم بالخلعه. قال لي انا كنتسناك. طلعت لعند الوالده، قلت لها ما عندك مناش تخافي الوالده، راه غير بغى يهضر معايا في شي حاجه وشويه وغادي نجي. قالت لي الله يسمعنا اخبار الخير اولدي سير. هبطت لعندو، كندوي معاه كيبانو ليا عيني حمرين بزاف والسيد ماشي نورمال. قلت ليه مالك شنو واقع؟ قال لي حتى نوصلو. قلت ليه فين هي بيكا؟ قال لي داكشي علاش جيت عندك. قلت ليه مالا شنو وقع ليها؟ قال لي مشيت للخدمة ديالي، فاش جيت في العشية الفيلا ما لقيتهاش، قلت واقيلا خارجة مع صحاباتها. بقيت كنتسنى فيها الليل كامل وما جاتش، والتليفون ديالها طافي، ما عرفتش شنو غادي ندير. جبدنا التليفون وبدينا كنعيطو ليها، كنلقاه طافي. داني حتى الفيلا ديالو وبقيت جالس انا وياه وشي وحدين من المخابرات المغربيه، بقينا جالسين وكنفكروا. واحد شويه ويجي التليفون، بداو كيدويو معاه بروسيه، حنا ما فهمناهمش شنو تيقولوا، ولكن من الملامح ديالو باينة شي حاجه ما كتفرحش. كيقطع معاهم، طاح على الكبيه وبدا كيبكي، قال لي خطفوها ليا، خطفوها ليا وغادي يقتلوها. تي شنو الهضره اللي قالوا لك؟ قالوا لي وياك تعلم البوليس، وشوف من هنا 48 ساعه غادي يتصلوا بك، ولا درتي شي حاجه ماشي تلهيها من تك صلي عليها صلاه الجنازه. وبدا كيلوم فراسو، قال لي انا اللي درتها، كنتي حاضيه ليا نتايا ما كان واقع حتى شي مشكل، وتحمل خطر غامرتي بحياتك على قبلها، اسمح لي يا ولدي اسمح لي. وبدا كيبكي، تي ما كاين حتى شي مشكل، دابا خاصنا نشوفوا الحل شنو. دوك الناس ديال المخابرات قالوا لي ما عندك مناش تخاف، حنا غادي نقوموا بالواجب. قال لهم لا ما ديروا حتى شي حاجه، نتوما ما عارفينش راسكم مع من كتعاملوا، هادو كيقتلوا البشر بدم بارد وما عندهمش غرام ديال المشكل. بقينا كنتسناو حتى دارت 48 ساعه، كانوا المخابرات كيتصنتوا معاه باش يعرفوا المصدر ديال المكالمه منين جاي. بقينا كنتسناو واحد شويه ويصوني التليفون، عيطوا ليه وما يقولوا ليه الا بغيتي بنتك تبقى حيه غادي تجيب لينا 3 مليار، غادي نعطيوك دار في 3 ايام، غير توجد غادي نعيطوا ليك ونقولوا لك فين غادي تلقانا، الا حاولتي تلعب معنا راك عارف راسك مع من كتلعب. هما يقطعوا عليه. مخابرات ملي شافوا الاتصال منين جاي بقاو كاملين مصدومين وما عرفوش كيفاش داروا ليها. الاتصال كان جاي من روسيا، قال لهم كنت عارف ان كل شيء عندهم سهل ويقدروا يهزوها ويديوها لاي دوله بغاو، حنا كنتعاملوا مع عصابه كبيره. المخابرات قالوا ليها مادام القضيه خارج المغرب حنا ما عندنا فاش ندخلوا، الا كانت شي حاجه هنايا اتصل بينا. وناضو خرجو، بقيت جالس انا وياه، جبت التليفون وبدا كيتصل بالضباط اللي كان خدام معاهم وعلمهم بهادشي كامل،
حتى هما ما فهموا والو كيفاش تبعوه حتى للمغيب وخطفوه وجابوه حتى لروسيا. قال لي واحد بوليسي كان خدام معاه، ولكن رئيس ديال المافيا راه شديناهم في الحمله اللي فاتت وكلهم مشدودين في الحبس، ما كنظنش غادي يكونوا هما. قال لي لا هما، راه اتصلوا بيا قال لي هما صيفطوا شي سفير اخر في بلاصتي، انا ضروري خاصني نرجع البلاد، بنتي هي الاولى. قالوا لي صافي كون هاني، غير جي حنا غادي نصيفطوا واحد من غدا، لا عندي انا وغير يسمح لي يا ولدي عد ابنك معنا. صافي غير سير، انا غادي نتكلف ونشوف شنو غادي ندير تماك. كي خاصك تعرف واحد الحاجه، اي بيكا انا كنبغيها بزاف وباغي ندير اللي في جهدي باش نعتقها، ما كاش نمشي معاك تماك وما نجيو حتى نجيبوها معانا. بقى كيشوف فيا عنقني وقال لي اسمح لي بزاف، الصراحه انت اللي تستاهل اي بيكا، باغي تضحي بحياتك باش تعتق لي بنتي. قلتيها قلت لي كنبغيها بزاف وما نتحملش توقع لها شي حاجه. قال لي انا غادي نوجد لك الوراق ديالك كاملين وغدا ان شاء الله نمشي انا وياك، ولكن انا ما عنديش باسبور. قال لي ما تهز لهم حتى شي حاجه، كل شيء غادي يكون عندك غدا ان شاء الله. ما فهمت والو. الغد لي مع 8 ديال الصباح جا الشيفور داني عنده للفيلا، غير دخلت لعندو للمكتب عطاني الورقات ديالي كاملين، بقيت غير كنشوف. الصراحه والله ما فهمت شي حاجه. المهم شدينا الطياره ديريكت لروسيا، مشينا للفيلا ديالو وريحنا فيها. جاو عندو شي بوليس صحابو وبقاو كيديروا بزاف في داك الموضوع، وقالوا ليه المشكل ما غاديش نعرفو بنتك فين كاينه، راه دوينا مع الشاف ديال العصابه والله ما بغى يقول لنا شي حاجه. كيقول لنا كيفاش غادي نخطف الدريه وانا في الحبس، واش كتضحكوا عليا؟ من بعد ما دوزنا سيمانه والو، يوم يقلبوا ما لقاو لا حتى شي اثر. عاودوا رجعوا عندو البوليس وقالوا ليه مادام جابوها من المغرب حتى لهنا يعني الدوله كل عامها فساد، كيفاش حتى دخلوها من المطار ويجا الامن فينا هما؟ قالوا ليه نساو هادشي كامل، قالوا لي كاينه طريقه وحده الا بغيتي تجيب بنتك، هو ان خاص شي واحد يدخل الحبس لداخل ويبدا يتقرب منهم بشويه بشويه ويحاول يخدم معاهم، من بعد غادي يعرف الدريه فين خازنينا وداك الساعه نقدروا نعتقوها. بلا ما نفكر قلت لي انا ندير هاد المهمه. دار السفير وشاف فيا قال لي لا ما غاديش ديرها، واش عارف راسك شنو غادي دير؟ الا مشاو حتى شكوا فيك غادي يقتلوك بدم بارد، دي ماشي مشكل. قلت لك انا اللي غادي نمشي لهاد المهمه، الوقت كيجري وما عارفينش من هنا لقدام شنو غادي يديروا لريبيكا. واحد شويه ويعاود يصوني التليفون، وهاد المره هو مع ابل فيديو. كتبان لي ريبيكا كتبكي ومكتفه وسادين عليها في شي بيت و تيطالبوا منه الفديه. قالوا ليه قالك غير نهار، الا ما شتيهاش حسب بنتك ميته. دوا معاهم وقال لهم واش تسطيتو هاد المبلغ اللي طلبتو ليا؟ راه مبلغ كبير بزاف، عطوني شويه الوقت حتى نجمع الفلوس، راه ما عنديش منين غادي نجيبهم. قالوا ليه غادي نعطيوك سيمانه. بقينا كنفكروا في الطريقه اللي غادي ندخل بها للحبس. المخابرات قالوا ليا غدا عندنا واحد الحمله على واحد العصابه كيبيعوا الكوكايين وكيبيعوا حتى الحشيش، غادي تكون حاضر تماك وغادي نصيفطوك معاهم للحبس. قلت لهم صافي. مشيت معاهم داك الساعه وراوني البلاصه اللي غادي تكون فيها الحمله. قالوا ليا الغد ليه مع ربعة ديال العشية تكون حاضر هنايا. قلت ليه صافي. الغد ليه مع ربعة وصلت للبلاصة، دخلت لديك البلاصة اللي قالوا ليا، كنت فاجئ أن كل شي ميت، كل شي متيالين فيه وكل شي دمايات وكمية ديال الحشيش كتيرة كاينة تماك. ما فهمت والو، غير وقفت وقفوا عليا البوليس بزاف وكل شي جابد عليا السلاح. نعست الله داو ليا المينوط وداوني في محاكمة، صيفطوني بعشر سنين. وانا في المحكمة جا عندي المحامي والسفير، قلت لهم شنو درتو؟ حنا كنا متفقين باش نمشي غير بالحشيش، وليت غادي بجريمة ديال القتل وعشر سنين ديال الحبس بزاف. قال لي انا غادي نشرح لك. قال لي الا مشيتي بالحشيش ما غاديش يديوك لهاد الحبس هذا اللي قلنا لك، غادي يديوك غير لواحد الحبس عادي، وهاد الحبس ما فيهش داك العصابة. قال لي حدي راسك، هاد الحبس اخطر السجون اللي كاينة في روسيا. قال لي ومن هنا تقطع اتصال بيني وبينك، غادي يبقى بيناتنا هاد المحامي، واي حاجه كنتي باغي تقولها قولها غير لهاد المحامي، راه كنتيق فيه بزاف.
وفين ما يكون شي جديد غنصيفطو لك معاد محامي لي صافي ماشي مشكل. من بعد ما تحكمت تمو غادي بيا للحبس. مع دخلت حدا الباب كيبان ليا بحال شي كاين. سولت داك الحارس قلت ليه فين هو السيلون ديالي. بدا كيضحك قال لي السيلون؟ قال لي حنا عندنا لوطيل تدخل في حالاتك. دخلت لقيت غير البراك تماك كل واحد دير براكه. ودخلت كلشي شهاب ابيض الا انا اللي وجهي زاق. كلشي كيشوف فيا ودوك الكمام كلشي فيهم كيخلع. كلشي واش مصلع ديالو جبهتو الحنا كيدين دايرين بحال عبدة الشياطين. صراحة بحال داخل شي جحيم فيها المود ديال الخلعة وما مبينش ليهم. شاد المنطة ديالي وغادي داخل. بانت لي واحد البلاصة خاوية وانا نمشي نتكا فيها. عرفت ان داخل هاد الحبس هذا فيه القليلة واحد ثلاثة عصابات ولاربعة واللي كيدخل هنايا ضروري خاصو يندمج مع شي عصابة والا غادي يبقى فايسة سهلة ليهم كاملين. خاصني قبل ما ندخل لشي مافيا حتى نعرف شنو سميتها وهذه اللي كنقلب عليها انا سميتها سالينوا. يلا بديت متكي ويجي عندي واحد خينا ويقول لي تقعد من تماك. ما بغيتش نجبد مع المشاكل ونط حيت من تماك. مشيت لواحد جي اخرى جا عندي واحد من العصابه الاخرى حتى هو قال لي نوض قاعد من هنا. يعني عرفت راسي انني ما غادي نجلس حتى شي بلاصه. كلهم غادي يبداو يجيو عليا من بلاصه لبلاصه. مشيت لبلاصه اخرى وجلست فيها وبدات كطلع لي الشابونه ديال بصح. هو تمشي عندي واحد خينا يلا بغي يقول لي نوض من هنا ونضربو بدماغ ويولي كله دمايات. جا واحد صاحبو اخر خلطتو تا هو معاه. رجعت معاهم الذكريات ديال كيك بوكسين خلطت فيهم شي ثلاثه. ومن الزهر اللي عندي هادو اللي فشخت هما العصابه اللي تنقلب عليها. حيت العصابات الاخرين بداو كيضحكوا عليهم وسمعتهم جبدوا سميتهم العصابه ديال سالينوا. داز نهار تماك كيعطوك واحد ربع ساعه ديال الدوش. يلا دخلت كندوش ما عرف الدابه منين جاتني حتى لقيت راسي من شوفلاط وكناكل في التفاشيخ. وبزادو كملوها خشاو ليا جاجه في الفخذ ديالي. داوني للسبيطار ديال الحبس داووني. لقيت واحد خينا حتى هو كيخيطوا لي معايا في السبيطار. سولتو كاش من عصابه كاين معايا نتايا؟ قال لي السالينوا. قال لي انت اللي جبتي المشاكل. قال لي خاصك تعرف هنايا الا ما دامستيش شي عصابه غادي تموت ما كاينش اللي غادي يرحمك. باقي ما كملناش الهضره جا واحد الحايس هو يتم غادي بيا هو يديني السجن الانفرادي. كارطونه يلا خا ما كايناش. فوقيته ديال الغداء كيجيبوا لي ربع ديال الخبز وكاس ديال الماء. صافي بديت كنتدخل. بقيت تماك واحد 3 ايام وجهي ولا زاق ما فهمت والو. ملي دخلت لذاك الحبس انفرادي وانا كنسمع الصوت ديال الشجاله مجهد مجهد على الجهد كنقول او شكون اللي مخدم هاد الموسيقى. من بعد ما دوزت النهار الثاني في هذاك السيلون كنسمع شي واحد دايز من حدايا. بديت كنطلع عليه من واحد الشقه كيبان لي واحد خونا هاز بلاطو ديال الماكله وغادي بيه ودخل لواحد البلاصه اخرى. ما بقيتش كنشوفو. شويه سمعت الموسيقى تنقصات شويه وانا نسمع واحد الدريه كتغوت على الجاد والصوت ديالها كيشبه صوت ريبيكا. وهنا عرفت ان العصابه خاطفينا ومخبينا هنايا في الحبس. وهنا عرفت راسي انني كنتعامل مع اكبر عصابه في روسيا لدرجه انهم يقدروا يخطفوا ويخبيوا في الحبس وكل شيء معاهم. هنا الحراس كيخافوا من الرجال ديال المافيا واي حاجه بغاوها كيديروها لهم. واللي ما بغاش يدير لهم شي حاجه كيصيفطوا واحد من الرجال ديالو للدار ديالو يا اما كيقتلوا ليه ولدو ولا ماتو. من بعد خرجوني من داك السيلون وبقيت كنشوف في الجهه الاخرى. قال لي الحارس فاش كتشوف زيد قدامي. وانا نحضر راسي وانا نتم غادي. تلاقيت مع داك خونا اللي كان في السبيطار. قال لي ما غاديش تقول لي شكرا. قلت علاش؟ قال لي انا اللي خرجتك من الحبس الانفرادي كنتي غادي تبقى تماك حتى تموت غير بالبروده. قال لي فكرتي بداكشي اللي قلت لك؟ قلت لي فكرت فيه وموافق. قال لي يلا تبعني. تميت غادي معاها دخلنا لواحد السينون اللي كان فيه الشاف ديالهم. دخلت ليه اكبر صدمه ديال حياتي. داكشي اللي كنشوفه في الافلام بالضبط هو اللي كاين. اي حاجه تطيح لك على بالك كاينه تماك. شراب حشيش كوكايين تلفازه بلاي ستيشن كل شيء كاين حتى من الدريات كيدخلوا لعندهم تماك. مافيا كبيره. دخلت عند الشاف ديالهم
قال لي جلس. جلست قال لي مخرجو، بقيت انا وياه راس فراس. ويقول لي انت ماشي روسي. قلت لا انا عربي. قال لي علاش تشديتي؟ قلت ليه كنت كنبيع الحشيش وجاو شي وحدين بغاو يديو لي رزقي وانا قتلهم كاملين. بقى كيشوف فيا، قال لي بحالك انت اللي كنبغيهم يخدموا معايا اللي ما فيهم رحمه. قال لي واش عارف اللي كيخدم مع مافيا الصالين واو كيغدر به شنو كيوقع ليه؟ قلت ليه باين الموت. قال لي برافو عليك. قال لي انت قابل تخدم معنا؟ قلت لي اه. قال لي اذا مرحبا بك في مافيا الصالينوا، كب لي كاس ديال الشراب، انا عمري في حياتي ما حطيته في فمي وما نقدرش نقول لي لا، خاصني نشربو وما نبدلش الكريماس ديال وجهي باش نبان خاطر. شربتو وكان حار بزاف، مع ذلك ما بينتش ليه. وداك الساعة عاد وليت كنعس بحالي بحال بنادم ولا كلشي كيحترمني، ولكن العصابات الاخرين ما حملونيش حيت خليتهم وعزلت مافيا الصالينوا. الغد ليه جا عندي الحارس وقال لي عندك زيارة، وهما بقاو مصدومين حيت انا قلت ليهم ما كيجي عندي حتى شي واحد، وبداو كيشكوا فيا. انا غادي للزيارة كندوي مع المحامي، كنلقى واحد واقف لي حدا راسي. قال لي شكون انت؟ قال لي انا المحامي ديالو. عاد هو يتهدن ويمشي. قلت لي شوف، قول للسفير يزيد يعطيني شوية ديال الوقت، راه بنتو لقيتها فين كاينة. قال لي بصح فين لقيتها؟ قلت لي صافي ما تبينش دابا، راه كلشي حاضينا. قلت ليه قول ليه يزيد يعطلهم شوية. قال لي صافي كون هاني. رجعت للسيلون لقيت الشاف كيشوف فيا وكيضحك. قال لي انت باقي معول على المحامي خرجك؟ قال لي غير فاشلين هذوك ما عنده فاش ينفعك. بقيت غير ساكت وما جاوبتوش. من بعد ما دوزنا شي 10 ايام بداو كيثيقوا فيا. عيط عليا الشاف اللي سميتو غوميز وقال لي انت اللي غادي تكلف بالحشيش، غادي تبدا تبيع العصابات كاملين حيت انت جديد هنايا وما عندك العداوه مع حتى شي واحد، كلشي غادي يبغي يشري منك. تي صافي مشات. بديت كنبيع البنادم، بدينا كندخلو فلوس صحيحه، كنعطيهم فلوس ديالهم وكيخلصوني. من بعد تلاقيت مع دانيال. دانيال هو اللي كان معايا في السبيطار نهار الاول، هو اللي دخلني لهاد الجانج. قلت ليه بغيت نسولك، ملي كنت في الحبس الانفرادي سمعت الصوت ديال واحد البنت، واش كاين حبس حدانا ديال البنات؟ قال لي لا لا صافي نسى، من بعد غادي تعرف. بقيت معاهم حتى دوزنا واحد 5 ايام اخرى وانا نعاود نسولو عاوتاني. قلت ليه ما قلتيش ليا شنو القصه ديال داك البنت؟ هو بدا يعاود ليا. قال لي هذيك بنت السفير ديال روسيا، والشاف ديالنا خاطفها حاطه هنايا، وكنتسناو فيه غير يعطينا 3 مليار غادي نعطيوها ليه. قال لي ولكن هاد الهضره هادي راه ما تخش من هنا، الا خرجت من هنا غوميز ما يرحمك لا انت لا انا. تي ويلي صاحبي كون هاني. عاود جات الزياره عاوتاني، جا عندي المحامي. بديت كنهضر انا وياه وقلت لي شوف راه تاكد دابا هيبيكا كاينه هنايا، غادي تدوي مع السفير وغادي تقول ليه باش يجيو يديروا شي مراقبه هنايا بلا خبار ديال الحراس. الحراس هنايا كلهم فاسدين وكلهم عندهم يد في هادشي هذا، ولا ساقوا الخبر ان المراقبه غادا تجي غادي يخزنوها لشي بلاصه اخرى، وهنايا غتكون ضاعت من يدينا وما بقاوش نعرفوا فين غادي نلقاوها. قلت لي شوف هادشي هذا بغيتو يكون نهار الخميس في الصباح، انا غادي ندير واحد الفوضى كبيره هنايا، غادي نشعل العافيه ونوض الصداع ما بين المافيات، غادي نخليهم يضربوا بعضياتهم باش الحراس يبقاو مشغولين معاهم، وداك الساعه ملي غتجي الدوليه تقلب غادي يلقاو ريبيكا واللي هما كاينه حتى السجن الانفرادي. قلت لي صافي نعول عليك. قال لي صافي كون هاني. نهار الاربعاء في الليل وجدت الخطه اللي غادي ندير اليوم. كانت عندي واحد الكميه ديال الشراب بديت كلوها على البراك ديال المافيات الخوين، وكنشعل فيهم العافيه ناضت الروينه ديال بصح، كل مافيا كتشك في الاخرى وبداو كيتقاتلوا بعضياتهم، وانايا دخلت ديريكت للسيلون. درت راسي زعما غادي نقلب على شي سيف، حتى بالي الشاف ديالهم جالس تماك وسكان كاو. قال لي شنو واقع هنا؟ قلت لي ما عرفتش، وانا جبد واحد القرعه وانا ضربالي على راسو تهلسات، وانا الشغالي في العنق ديالو خليته كله دمايات. اخر حاجه كنت كنتوقعها هي نوصل للدرجه هادي، ولكن هاد الناس هادو الا ما تغديتيش بهم يتعشاو بيك، هادو ما معاهمش اللعب.
مسحت هذيك القاعة من البصمات ديالي وبشيت انا كنتحارب معاهم في وسط الساحة. شوية خرج بنادم كيغوت غوميز مع شكون اللي قتلو ويد نوت شعل ديال بصح. شوية جات داك اللجنة ديال المراقبة، الحراس مضاربين معانا كيفكو فينا، ملي شافوهم خلاونا ومشاو كيتجاراو، بغاو يحبسوهم وراهم الرخصة ديال التفتيش. وبداو تيقلبو السيلونات كاملين، بداو كيجبدو في السيوفا في الشراب في الحشيش، وما يشدو داك الحراس كاملين. الرئيس ديال السجن قال ليهم انا ما فراسي والو، يلا بغا يهضر لقى واحد الضابط داير ليه المينو. مشاو للبلاصه اللي فيها سجن انفرادي وبداو تيقلبو وما يسمعوا الموسيقى على الجاد. لقاو داك الموسيقى داينها البنت باش الا غوتات ما يسمعها حتى شي واحد. وانا واقف بعيد وكنشوف فيهم، كتبان لي البيكة خارجه وكلها مبهدله وعينيها زاقين ما كتنعش، وكتبقى سادة ودنيها بقوة داك الصداع ديال الشجالة. شي 20 يوم وهي كتسمع نفس الموسيقى ومجهدة على الجهد. خرجوها وداوها ديريك الكلينيك، وانا بقيت جالس مع ديك المافيا تماك. وبدينا كنتحلفوا على العصابات الخوين حيت كانوا شاكين فيهم انهم هما اللي قتلوا غوميز. مافيا ديال السالينوا هنا كانت النهاية ديالها، حيت حتى شي واحد ما بقى باغي يقبل بلاخو شاف، كلشي ولا باغي يولي شاف، ولاو مضاربين غا مع بعضياتهم. انا تلاخوت اللور وخليتهم بسبب هادشي اللي وقع. هداك الحبس كامل تسد وداوهم لحبس اخر فيه سيلونات نقيين وكل واحد بوحدو. وكاع الخدامة والحراس اللي كانوا في هداك السجن جاو عليهم الخدمة وجابوا ناس خوين وتحسنات القضية. دازت شي 3 ايام هو يجي لعندي المحامي، قال لي السفير كيشكرك بزاف، قال لي وراك قريب غادي تخرج، راه درنا لك محامي باش يدافع عليك وما تخاف والو، راه عندنا الكاميرات في البلاصة اللي كنتي فيها بلي انت راك بريء وما دير حتى شي حاجة، يعني بقات لك واحد السيمانة وغادي تخرج. قلت ليه قول لي ريبيكا كي دايرة، واش لاباس عليها؟ قال لي لا لاباس عليها، الحمد لله ما اداوها ما والو، ما كانت باغا تهضر مع حتى شي واحد، ولكن منين عرفاتك انت اللي جيتي على قبلها حتى لروسيا واعتقتيها ما قدها فرحة وكتسنى في غير امتى تخرج. دازت سيمانة وجا الحكم ديال الاستئناف، حكموا عليا بالبراءة وحكمت لي الدولة بالتعويض على هاد الشدة اللي دوزت تماك، حيت شافوا الكاميرا بلي انا ما قتلت حتى شي واحد. مع خرجت من الباب ديال الحبس كنلقى ريبيكا وباباها كيتسناوني في الطوموبيل، غير شافتني هبطت كتجري لعندي وتلاحت عليا، بقات كتبوس فيا وكتعنق فيا، قالت لي واش انت درتي هادشي كامل على قبلي؟ جيتي حتى لروسيا؟ قلت لها لا على قبل باباك. وبدات كتضحك. من بعد ما دوزنا واحد 3 ايام في روسيا درت انا وياها مزيان تماك. نهار الثالث جمعت الحوايج ديالي وبغيت نرجع للمغرب، لقيت ريبيكا واقفه في الباب، قالت لي فين غادي؟ قلت لها غادي لبلادي، المهم انا درت لي عليا وهانتي بخير وعلى خير. قالت لي وانا لمن غادي تخليني؟ قلت لها هو باباك معك وما عندك مناش تخافي تاني، رئيس ديال المافيا راه غيست ليه، ما كاينش اللي غادي يهضر معكم مازال. كنشوف في عينيها حمايم بالدموع وباباها كيشوف فيا من بعيد. قال لي واش انت مريض؟ غتمشي وتخلي ريبيكا هنايا؟ قلت لها ما نقدرش نديها وانت ما موافقش. قال لي انا واخا ندور العالم كامل ما غاديش نلقى شي واحد يستاهل ريبيكا اكثر منك نتايا، سي انت وياها دابا غادي نقضي شي امور هنايا وغادي نلحق عليكم وما ديروا العرس حتى نجي انا. جات كتجري لعندي وعنقاتني ومشيت انا وياها سدينا الطياره ديريكت للمغرب. وصلت لدارنا انا وريبيكا سلمت على الوالدين ديالي وقلت الوالده باكي ليا راه غادي نتزوج انا وريبيكا، وشحال فرحات بينا وبقات كتزغرت. دازت واحد السيمانه ويجيب باها درنا واحد عرس مغربي واعر، دخلت الاسلام وتزوجت انا وياها. باها راسو قاصح ما بغاش يدخل الاسلام. وهنا كتكون سالات القصه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم وما تنساوناش من اللي جام ومن التعليقات الزوينين ديالكم، شكرا لكم بزاف.